محمود عيسى، عضو بلدية الخضر. يوم الجمعة بتمام الساعة 8 صباحا تم الاتصال بي شخصيا من قبل مزارعين في منطقة الصوانة على أنه جيش الاحتلال قم بإغلاق طريق ترابية تؤدي إلى تغذية 5000 دنم. ال 5000 دنم هذول مزروعات باللوزيات وأشجار العنب. الأمر اللي أدى إلى إغلاق هذه الطريق وقطع سبل بالمزارعين للتواصل مع أراضيهم. وكما نعلم حاليا نحن في موسم العنب، الأمر الذي أدى إلى خسارة للمزارعين. إحنا بدورنا كبلدية توجهنا للارتباط المدني على أن يقوم بدوره بفتح هذا الشارع وعدم إغلاق طرق أخرى، لأن جميع طرقنا الزراعية تنطلق من شارع 60. حسب الادعاءات الإسرائيلية على أنه الأمر أنه من دائرة السير الإسرائيلية، لأنه يمكن أن يصير حوادث من خروج سيارات المزارعين من هذا الطريق، لأن الطريق هذه مفتوحة تقريبا إلى 5 سنوات أو 6 سنوات، لم يحدث هناك أي حادث أو ضرر على شارع 60. حاليا إحنا بنعمل على فتح شارع آخر بحيث أنه المزارعين يستغلوا الموسم الزراعي الموجود حاليا هو موسم العنب حتى ما يخسروا موسمهم. اتصلنا اليوم برضو بالارتباط المدني على أنه يسوينا تنسيق مع دائرة السير الإسرائيلية أو من الجهات المسؤولة الإسرائيلية حتى نفتح شارع آخر ليقدروا المزارعين يتواصلوا مع أراضيهم.